إذن إخواني سلام الله عليكم، تحية طاقم شوف تيفي كان تواجدوا في هذا الأثناء بالباب الرئيسي للملعب مولاي عبد الله. الكل يعرف بأن اليوم كاينه مقابلة اللي غادي تجمع ما بين الأهلي المصري والريال مدريد، مجموعة ديال المغاربة ومئات عفوا المغاربة اللي حجوا اليوم من أجل هذا الحدث الوطني. لحظات إخواني أو ساعات قليلة ستبدأ هذه المقابلة، فقبل ما نبدأ تنتمنى كل واحد يقول لي تخمينات ديالك كيف ستنتهي المقابلة. مجموعة ولا المئات ديال المعجبين أخي المتتبع اللي جاوا حاملين للأعلام للريال مدريد، فيما أن ارتأى البعض أنه المحبي ديال الهلال المصري أنهم ياخذوا أخي المتتبع حتى هما الشعارات الداعمة للأهلي المصري. هو توافد كثير بالنسبة إخواني وكاين استنفار أمني كما نرى فرقة الخيالة هنا تابعة لجهاز الأمن الوطني ورجال القوات المساعدة، الكل في حالة تأهب من أجل إنجاح هذه التظاهرة. وشكر حتى الجمهور المغربي اللي راه الكل إخواني بروح رياضية، الكل أتى من مجموعة من المدن المغربية وحتى من خارج المغرب من أجل متابعة هذا الحدث الرياضي. فرقة الخيالة التابعة لجهاز القوات المساعدة هنا في حالة تأهب صحبة زملائهم أجهزة الأمنية كما نرى هنا. إذن هذه الأجواء هنا أمام ملعب مولاي عبد الله اللي غادي يعرف بعد لحظات اخي المتتبع مقابله اللي غادي تجمع ما بين الهلال المصري وريال مدريد. استنفار امني اخواني كما نلاحظ، والحمد لله الكل اتى هنا من اجل استمتاع بالمشاهده ديال فريق كبير هذه الحقيقه. هنا إخواني لا زال المغاربة والمئات المغاربة يتوافدون على 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 على, 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 على الملعب الأمير مولاي عبد الله. نتواجد مقربة من الباب الرئيسي. هنا كنشوفوا ناس الشباب اللي حاملين شعار الريال وآخرين حاملين شعار المصر. فكنتمنى كل واحد فيكم يكسب لنا الدراري بشحال باش غادي تنتهي هذا المقابلة. إذن هذه الأجواء أخي المتتبع الكريم ونحن على المباشر. لحظات وسنحاول إخواني أننا نديروا جولة ونشوفوا محبي فريق ريال مدريد وكلمة محبي الهلال المصري. إذن هذه الأجواء إخواني الكرام، قناة شوف تيفي مرآة للواقع. شكرا لكل من ساهم في التنظيم المحكم، تنظيم رائع. Thank you.
الدراري كتبلنا باش كتنوي ان هذه المقابله غادي تنتهي وفين منين غتبع هذه المقابله. يلا الكل تنتمنوا انه يشارك كما كنشوفوا. شكرا للرجال المرور والله العلي العظيم، شكرا والف شكر للرجال حموشي وهنا فرقة المرور اللي دائما اخواني هو في الحقيقة كتكون معاناة ديال هاد الاجهزة من اجل التنظيم. وشكرا حتى للجمهور المغربي اللي راه متفهم، اللي متفهم اخواني، فالف تحية. ألف تحية. كل واحد يقول ناش مدينة راه متابعنا إخواني، ومني غتبع هاد المقابلة الهامة اليوم اللي غادي تجمع ما بين الأهلي المصري والريال مدريد. اليوم ملعب مولاي عبد الله غادي يلعبوا فيه لاعبي اقوياء هذه الحقيقه، وناس اللي اعطوا فلنا الشرف ان يكون هذا التنظيم عندنا هنايا وخاصه في مدينه الرباط. أجواء رائعة أخي المتتبع الكريم، وأجواء رياضية. نشوفو خويا علي قال لك ريال مدريد هي اللي غادي تغلب السي حميد، فيما ان محمد من قبيله هو تيكسب مصر مصر مصر. نشوفو بعد نهايه المقابله صور اخواني كما كنشوفو لمحبي فريق ريال مدريد هنا امام الملعب، فيما ان مجموعه ديال المواطنين هنا كما نرى فضلوا انهم باش يشريو اخواني الشعار ديال الفريق. Thank you.
سفيان كيهدي ديديكاس للناس ديال فاس. تحية للناس ديال فاس وشكرا وألف شكر للمتتبع الكريم سفيان الفراني. تحية خويا سفيان وتحية للناس ديال فاس. إذا إخواني تبارك الله عليكم وتحية لكم وألف تحية أخواني الكرام، عفوا إخواني الكرام، خويا العقاوي شريط كاس للناس ديال أبو ظبي. مهدي مهدي تيقول لك عافاك اخويا حميد شي ديديكاس للناس ديال ابو ظبي. ايوا الناس ديال ابو ظبي، ونحن هنا في هذه الاجواء غادي نهديو لهم موسيقى مغربيه رائعه. سير على الله الناس ديال ابو ظبي. الصحراء المغربي، تحية للناس ديال أبو ظبي، ألف تحية شي ديديكاس أخويا حميد للناس العسا العساكير، العساكير اللي في الغربة، ما فهمتش. إذا تحية للجنود المغاربة اللي راهم، هذه ألف تحية، وهذا إهداء لكل واحد راه داير ستربيس، وتحية حتى للأجهزة اللي راها قايمة. إخواني بالواجب غادي نمشيو معاكم في هذا سير على الله. هادي ديكاس ديالك اخويا علاش لا. إذا تبارك الله عليكم وألف تحية للجيش الملكي اللي في الغربة. تحية كاين عندنا معجب بفريق الجيش الملكي أشرف ياشيرو تيقول لك شي ديديكاس الإخوة والجيش الملكي اللي في الغربة. تحية للجيش الملكي اللي في الغربة واللي في أرض الوطن. وتحية لكم حتى انتم متتبعينا الكرام، وغادي نستمروا في هذه الأجواء الرائعة، وبيني وبينكم أنتم أروع. شوف
شكرا واحترام متبادل. والله راك من الصحفيين النازيين خويا حميد، وحنا كنحترموك خويا راف يس يس يسري يسهيرو. احترام متبادل، احترام متبادل خويا العزيز. إذا كما كنشوفوا حنا واقفين هنايا حدا هاد البلاكاد البانو اللي تيحاول ان اي واحد يحاول يعرف المكان ديالو الاتجاه ديالو. كما كنشوفوا هنايا ان مجموعه اللي كيحاولوا يشوفوا التيكيت اللي عندهم، وبالتالي تيقارنوه مع هذا الرسم الهندسي اللي راه هنايا في هاد البلاكا اللي في المدخل الشمالي اللي كيحتوي على الباب رقم 3 حتى الباب رقم 15. هذا واحد الرسم اللي يحاولوا انه باش يديروه باش ان اي واحد يعرف بالزربه اش من بلا اش من باب مخصص ليه، لان الا عندك في التيكيت الباب 13 خصك تدخل من الباب 13، كان 12 خصك تدخل من 12. اذا كاين بلا ما الواحد ما يحاول يحرج هذوك الناس مساكن اللي في الباب، فتا هما العين باصره واليد قاصره، والحمد لله ان تنظيم محكم فليشهد عليه التاريخ. هذه الحقيقة. غادي نحاول عاوتاني مرة أخرى نرجع للتعاليق ديالكم، ونحن على المباشر. سير الله نجيبو التعاليق ديالكم. العقاوي دخل التيران واخا خويا، مرحبا مرحبا. Thank you.